السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مينو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم الجزء الثاني من طقم اللانجري. هتلاقوا لينك الجزء الاول في الوصف اسفل الفيديو. الجزء الثاني هو البانتي، انا هوضح لكم بالتفصيل، بس ما تنسوش اشترك معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدا اشرح لكم طريقة عمل البانتي. هنبدأ دلوقتي مع بعض. بالنسبة للأدوات اللي هستخدمها، أنا هستخدم خيط قطن وهستخدم معاه إبرة مقاس 3.5 ملليمتر. طبعا انتي تقدري تستخدمي مقاس الإبرة المناسب على حسب سمك الخيط اللي انتي بتشتغل بيه. اوكي، هنبدأ مع بعض دلوقتي. أنا هشتغل مقاس الحجر، بالنسبة لي هشتغله 6 سنتي. هعمل سلسلة بمقاس 6 سنتي. طبعا انتي بتحددي المقاس على حسب الجدول زي ما وضحتلك. اوكي، السلسلة دي مناسبة. بعد ما بتعملي السلسلة بتاعتك بتاخدي لفة على الابرة، بتسيبي غرزة تانية، هتدخلي في الغرزة التالتة هتشتغلي فوقيها غرزة عمود بلفة بالشكل ده، والغرزة اللي بعدها كمان عمود بلفة، فهنشتغل بنفس الطريقة فوق كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة لحد ما هبنوصل لنهاية السطر زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. طيب انا كده اشتغلت فوق كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة كده بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر زي ما انت شايفة. الخطوة اللي بعد كده هنشتغل ازاي. هرتفع ب2 سلسلة، تمام، وهلف القطعة كده بالشكل ده، وهشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر. وصلت كده بنفس الطريقة لنهاية السطر فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة. الخطوة اللي بعد كده هنشتغل هنرتفع بالأسطر لحد ما عدد الأسطر تبقى معاكي من 6 لـ8 أسطر على حسب انت طول الحجر محتاجة قد ايه. فهشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما طول الحجر انت بتشوفيه بالنسبة لك بتشتغلي قد ايه، تمام. هشتغل الاسطر زي ما وضحتلك من 6 لـ8 اسطر. هرتفع بالاسطر وهنرجع مع بعض نكمل باقي الجزء الامامي من البنتي، لان احنا هنعمل الجزء الامامي بعد كده هنشتغل الجزء الخلفي من البنتي مع بعض. طيب انا كده ارتفعت بالاسطر زي ما انت شايفه كده بالشكل ده من غرزه العمود بلفه، انا ارتفعت 8 اسطر، تمام. الخطوه اللي بعد كده هنبدا نقسم الغرز بتاعتنا. بتعدي عدد الغرز بتاعتك، هنبدا نقسمها على 2، تمام. هنقسمها ليه؟ علشان نعمل التزايد اللي بيبقى في النص اللي هيدينا شكل المثلث. هنبدا زي ما وضحتلك نقسم. فانا بالنسبه لي 11 غرزة عمود بلفة. الـ11 غرزة هنبدأ نقسمهم 5 غرز في الجنب ده وخمس غرز في الجنب ده، والغرزة اللي في النص اللي فاصلة ما بين الـ5 غرز دي والخمس غرز دي هنبدأ ان احنا نتزايد فيها. هوضح لك ازاي بقى. هرتفع ب2 سلسلة، 1 2، وهلف القطعة بالشكل ده. دي يعتبر اول غرزة، تمام. ادي كده 2 3 كده الغرزة رقم 4، ادي كده 5، كده عملنا الـ5 غرز الاولانيين. هنبدأ دلوقتي نشتغل التزايد بتاعنا. التزايد هيبقى في الغرزة دي اللي فاصلة ما بين الـ5 غرز دي والـ5 غرز دي. هيبقى ازاي بقى؟ هنعمل 2 غرزة عمود بلفة في نفس الغرزة، ادي كده 1، ادي كده 2،
كل ده في نفس الغرزة زي ما انت شايفة. بعد كده هعمل غرزة سلسلة في نفس الغرزة، 2 غرزة عمود بلفة كمان، 1 2. يبقى احنا كينا عملنا تزايد. ازاي؟ عملنا غرزتين عمود بلفة سلسلة، غرزتين عمود بلفة في نفس الغرزة. بعد كده هنشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بنوصل لنهاية الغرز، وعدد الغرز هيبقى معانا 5 غرز. طبعا انت هيختلف على حسب انت اشتغلتي كام غرزة في البداية، بناء عليها بتقسمي الغرز بتاعتك. تمام، ادي كده 4، وادي الغرزة رقم 5 واخر غرزة في السطر. 5 غرز الفصلين في الجنب ده وفي الجنب ده زي ما وضحت لك. الخطوة اللي بعد كده هرتفع ب2 سلسلة، هلف القطعة وهشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل للفراغ. حتى الغرز اللي احنا اشتغلناها هنا هنشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة لحد ما بنوصل للفراغ، والفراغ ده اللي هيبقى الفاصل بتاعنا، التزايد اللي احنا هنكونه مع بعض. هوضح لك دلوقتي اهو، فوق كل غرزة هشتغل غرزة عمود بلفة تمام. ادي كده اشتغلت فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، هدخل هنا في الفراغ وهشتغل غرزة عمود بلفة تمام. بعد كده غرزة سلسلة في نفس الفراغ، هشتغل غرزة عمود بلفة بالشكل ده. التزايد بتاعنا بعد كده في الأسطر كلها لحد ما بترتفعي بالطول البنتي اللي انت محتاجاه في الجزء الأمامي بيبقى بالشكل ده، غرزة عمود بلفة سلسلة عمود بلفة السلسلة اللي احنا بنكونها علشان نكون فراغ، والفراغ ده بناء عليه بنتزايد فيه. هشتغل بعد كده فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر. ادي كده اخر غرزة واشتغلت فوقيها غرزة عمود بلفة زي ما انت شايفة. بعد كده هشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل للفراغ، وباجي في الفراغ بكرر التزايد بتاعنا. التزايد بتاعنا في الفراغ بيبقى عبارة عن غرزة عمود بلفة سلسلة عمود بلفة تمام. فترتفعي بالاسطر لحد ما بتوصلي لطول الجزء الامامي من البنتي. بعد كده هنشتغل في جزء كده هنشتغله سوري في جزء هنشتغله هوضح لك ازاي، بس هرتفع بالاسطر بالتزايد كده زي ما وضحت لك، وهنرجع مع بعض نكمل. طيب انا كده ارتفعت كده زي ما وضحت لك. طبعا في جزء احنا بنعمله، انا بس طبقت علشان اوضح لك الشكل بيبقى معانا ازاي تمام. الجزء بنعمله بننفذه في الجنب ده وفي الجنب ده تمام، كل قطعة منفصلة بحيث ان هو يبقى شكل السبعة اللي هو نفس صورة الفيديو بالظبط، بس انا حبيت اوضح لكم، عملت جنب وهنعمل مع بعض الجنب التاني، حبيت اوضح لكم الشكل عشان كده تنيته بالشكل ده. هو الشكل الاساسي بعد ما بتوصلي للطول زي ما وضحت لك بيبقى بالشكل ده. هنبدأ نعمل الجنب ده والجنب ده، انا اشتغلت الجنب ده، هنشتغل مع بعض الجنب التاني دلوقتي. هيبقى عبارة عن ايه؟ هنجي هنا ندخل بالابرة اوكي، وبناجي نسحب الخيط كده، بنثبت الخيط بتاعنا طبعا، بنعمل غرزة التثبيت ديت اوكي. بعد كده بنشتغل ازاي؟ هرتفع ب 1 2، ارتفعت ب2 سلسلة وهشتغل غرزة عمود بلفة تمام. الاتنين سلسلة دي هعتبرها اول غرزة عمود بلفة. هنبدأ دلوقتي ان احنا نعمل تناقص. التناقص بتاعنا هيبقى ازاي بقى؟ ادي غرزة اوكي، وادي غرزة تاني. الغرزتين دول هنبدأ نعمل التناقص فيهم.
ادي باخد لفة واطلع من ابرة، واخد لفة واطلع من حلقتين. المفروض ان احنا بناخد لفة ونطلع من اخر حلقتين عشان نكمل باقي غرزة العمود بلفة، انما هنعمل خطوة، الخطوة اللي احنا هنعملها هندمج الغرزتين في غرزة اللي هو التناقص في غرزة العمود بلفة. فباخد لفة على الابرة وبنزل في الغرزة اللي بعدها، وباخد لفة واطلع من غرزة، واخد لفة واطلع من حلقتين. بعد كده كون عندي 3 حلقات على الإبرة، باخد لفة واطلع من ال3 حلقات بالشكل ده. تمام، الخطوة اللي بعد كده بشتغل غرزة عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها كمان غرزة عمود بلفة، فهشتغل بنفس الطريقة فوق كل غرزة عمود بلفة غرزة عمود بلفة لحد ما بنوصل لغرز التزايد اللي هنا. هنبدأ آخر غرزتين هنبدأ نعمل فيهم تناقص كمان اهو بالشكل ده، وكل غرزة غرزة عمود بلفة. زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. تمام، خلاص قربت اوصل لاخر غرزتين في الجزء اللي انا محتاجاه، وصلت كده اهو. الغرزتين دول هبدأ ان انا اعمل فيهم تناقص، والتناقص بتاعنا هيبقى زي ما بدينا السطر، باخد لفة على الابرة وبنزل في الغرزة، واخد لفة واطلع من غرزة، واخد لفة واطلع من حلقتين، وباخد لفة وانزل في الغرزة اللي بعدها، واخد لفة واطلع من غرزة، واخد لفة واطلع من حلقتين. الخطوة اللي بعد كده بيتكون عندي 3 حلقات على الابرة، باخد لفة واطلع من ال3 حلقات بالشكل ده. تمام كده انا كونت الجزء ده، وفي عندي اخر غرزة بشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة بالشكل ده. هبدأ ان انا اعمل تناقص تاني، هرتفع ب2 سلسلة، هلف القطعة وهبدأ ان انا اعمل تناقص كمان بالشكل ده اهو، وبعد كده هشتغل غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة، واخر غرزتين هكرر التناقص فيهم كمان. بكرر الخطوة دي لحد ما بنوصل لعدد الغرز عندنا، بيبقوا 3 غرز في السطر بتاعنا بالشكل ده اهو. هشتغل لحد ما بوصل لنهاية السطر، وفي نهاية السطر اخر غرزتين هعمل فيهم تناقص بالشكل ده زي ما انت شايفة. وصلت لنهاية السطر، بعمل تناقص في آخر غرزتين اهو بالشكل ده، وفي غرزة معانا بشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة علشان بداية السطر تبقى معانا نفس نهاية السطر. بكرر الخطوات دي بتاعت التناقص لحد ما بتبقى عندي عدد الغرز في السطر 3 غرز. هكمل وهنرجع مع بعض نعمل الجزء الخلفي من البنتي، وهوضح لكم ازاي. طيب انا هنا اشتغلت لحد ما عدد الغرز بقت معايا 3 غرز، ادي 1 2 ادي كده 3 زي ما وضحت لك. وزي ما انت شايفة كده بتكرري الخطوة اللي احنا اشتغلناها مع بعض في الجنبين علشان تدينا شكل السبعة. طبعا هنشتغل غرز حشو على اطراف البنتي، بس بعد ما نخلص الجزء الخلفي من البنتي هنبدأ مع بعض نشتغل الجزء الخلفي دلوقتي، وهيبقى ازاي. هيبقى بقى هنشتغل في الجزء في الحجر، هنكرر الخطوات بس هننقص سطرين من السطرين اللي انتوا اشتغلتوه. يعني هنا انا اشتغلت 8 اسطر فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، هنقص سطرين يبقى هشتغل 6 اسطر. لو انتي اشتغلتي 6 اسطر يبقى هتشتغلي 4 اسطر. اوكي هنبدأ نشتغل مع بعض دلوقتي. باجي كده في اي طرف من اطراف الجزء اللي في الحجر، وهبدأ ارتفع ب2 سلسلة، واي خيوط زايدة بتبدأ ان انت تاخديها على اطراف الغرز كده هتخفيها انت وبتشتغلي كأنك بتنظفي الخيوط علشان شغلك يطلع نظيف. هنبدأ نشتغل دلوقتي فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بنوصل لنهاية السطر. اوكي اهو الغرزة اللي بعدها كمان غرزة عمود بلفة بالشكل ده.
لحد ما بوصل لنهاية السطر بالشكل ده. فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، وممكن كمان تشتغلي الجزء الخلفي لوحده، بس انا بفضل الطريقة دي. كده كده هنشبكهم في بعض، فاحنا لما نشتغلهم كده بيبقى يعني مش هتبقى، لما نيجي نشبكهم في بعض يعني مش هيبقى في كلكعة، لكن لما بنشتغلهم كده كأنك بتشتغلي الجزء مرة واحدة او القطعة بتاعتك مرة واحدة. اوكي اهو يعتبر كده انا وصلت لنهاية السطر، اخر غرزتين. هي دي غرزة بشتغلها فوقيها عمود بلفة، والغرزة الاخيرة كمان بشتغل فوقيها عمود بلفة بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع ب2 سلسلة. تركزي كده في عدد الاسطر، ان ده اول سطر، يبقى انا محتاجة ان انا اشتغل 5 اسطر كمان، لان عدد الاسطر اللي انا هشتغلها زي ما وضحت لك نقصت سطرين من الجزء الامامي، يبقى انا هشتغل 6 اسطر. لو كنت اشتغلتي في الجزء الامامي من البنتي 6 اسطر، يبقى هتشتغلي 4 اسطر. تركزي في عدد الاسطر. يبقى انا ادي ده اول سطر، ادي كده السطر التاني اللي هو بشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة، وهرتفع بعدد الاسطر لحد ما عدد الاسطر معايا تبقى 6 اسطر. وهنرجع مع بعض اوضح لك هنشتغل ازاي. طيب انا هنا اشتغلت وارتفعت بال6 اسطر كده زي ما وضحت لك. هنبدأ نشتغل الجزء الخلفي. الجزء الخلفي هو هيبقى نفس الشغل، ان احنا هنزود في النص، بس هيبقى فيه اختلاف شوية. هيبقى اختلاف بقى ازاي؟ ان احنا هنزود كمان، هنعمل تزايد في بداية السطر وفي نهاية السطر وفي منتصف السطر. هوضح لك ازاي دلوقتي. هنرتفع ب2 سلسلة. اوكي ادي كده 1 2، وهلف القطعة بتاعتي. تمام، هبدأ هنا هشتغل غرزة عمود بلفة كمان. يبقى احنا كده عملنا التزايد اللي هو في بداية السطر. انا عندي عدد الغرز اللي عندي، عدد الغرز الاساسية بدون التزايد كانت عندي 11 غرزة. يبقى انا هعد 5 غرز، وفي الغرزة رقم 6 هنبدأ نعمل التزايد اللي في نص السطر. هوضح لك ازاي دلوقتي. ادي اول غرزة، ادي 1 2 3 4 5، ادي كده الغرزة رقم 6. الغرزة رقم 6 هعمل فيها التزايد. اشتغلت غرزة عمود بلفة تمام، وبعمل كمان غرزة عمود بلفة، يبقى بشتغل 2 غرزة عمود بلفة سلسلة. في نفس الغرزة هشتغل كمان بلس 2 غرزة عمود بلفة. دي 1 2. اوكي يبقى انا عملت تزايد في بداية السطر، وجيت في نص السطر عملت التزايد بتاعنا اللي هو 2 غرزة عمود بلفة سلسلة، 2 غرزة عمود بلفة. هاجي هشتغل بعد كده فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر، وفي نهاية السطر هشتغل كمان بلاس 2 غرزة عمود بلفة. اوكي ادي 1 تمام، وفي نفس الغرزة كمان هعمل التزايد بتاعنا. ادي كده 2 تمام بالشكل ده. هنكرر طبعا التزايد ده لحد ما بنوصل للجزء ده، والجزء اللي هو اللي عامل زي 7 ده بتكرريه كمان في الجزء الخلفي، فانا مش محتاجة ان انا اوضحه لكم كمان. فانا هشرح لكم كمان سطر من التزايد في الجزء الخلفي. طبعا الجزء الخلفي هيبقى اكبر من الجزء الامامي، هوضح لكم زي كمان دلوقتي. هرتفع ب2 سلسلة، وفي نفس الغرزة هعمل غرزة كمان، كده عملنا التزايد. وهشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل للغرزة الفراغ اهو بالشكل ده. فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل للفراغ تمام اهو. وصلت للفراغ هبدأ اعمل التزايد. التزايد هيبقى غرزة عمود بلفة واحدة بس تمام، سلسلة في نفس الغرزة غرزة عمود بلفة،
في نفس الفراغ يعني غرزة عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده هشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما بوصل لنهاية السطر، وباجي في نهاية السطر هشتغل تزايد كمان زي ما بدأت السطر بتزايد. تمام، بتكرري الخطوات دي، بترتفعي بالأسطر لحد ما بتوصلي للجزء ده، وبتاجي في الجزء ده بتعملي فيصل اللي هو الجزء اللي هو السبعة بنفس الطريقة، بتعملي التناقص في بداية ونهاية السطر زي ما وضحت لك بنفس الطريقة في الجزء الأمامي، مش محتاجة أشرحها لكم تاني. أوكي، وركزوا ركزوا ركزوا معايا كده أهو، أدي وصلت لنهاية السطر، هشتغل هنا غرزتين عمود بلفة في نفس الغرزة، ادي واحد اتنين. تمام، وباجي بشتغل كده بنفس الطريقة وبرتفع بالأسطر لحد ما بوصل للجزء ده، وباجي بعد كده هكرر الخطوات دي بنفس الخطوات وبنفس عدد بنفس التناقص في بداية ونهاية السطر هنا، بس هنا بترتفعي بالأسطر لحد ما بتوصلي هنا، هرتفع بالأسطر وهوصل، وهنرجع مع بعض نقفل التقفيلة النهائية للبنتي بتاعنا. طيب أنا هنا ارتفعت بالأسطر زي ما انت شايفة بالشكل ده، تمام، وخلصت الجزء بتاع المثلث دوت اللي احنا بنعمله اللي هو التزايد اللي بيبقى في المنتصف، بس طبعا الجزء الخلفي زي ما اتفقنا مع بعض ان هو بيبقى مختلف عن الجزء الامامي، ان احنا عملنا تزايد في البداية وفي النص وفي نهاية السطر. تمام، بعد كده جيت اشتغلت الجنب ده لوحده والجنب ده لوحده بنفس طريقة الجزء الامامي من البنتي، ولو هتلاحظي كده شايفة ازاي الجزء الخلفي اكبر من الجزء الامامي في البنتي، وده لازم يبقى كده. طيب هنبدأ دلوقتي نقفل الجنبين علشان يبقى بنتي طبعا، تمام، علشان تقدري تلبسيه بكل سهولة. فهنقفلها ازاي؟ بإبرة الكروشيه، وممكن تعمليها بإبرة التنظيف وتسرجيها سراجة عادية، بس انا يفضل ان هي تبقى اقوى بإبرة الكروشيه. بتاجي في الجنب، بتدخلي في الغرزة والغرزة المقابلة كده بالشكل ده، وبتبدأي ترتفعي بغرزة سلسلة، وبعد كده بتشتغلي غرزة حشو الغرزة اللي بعدها كده بنفس الطريقة، فوق كل غرزة غرزة حشو، نعمل غرزة السلسلة وبنقص الخيط بتاعنا. تمام، والجنب التاني هشتغله بنفس الطريقة بالظبط، هرتفع بغرزة السلسلة وبدخل في الغرزة والغرزة المقابلة وبعمل غرزة حشو. تمام، طبعا بيبقى الجزء اللي في الجنب بس اللي هي التلات غرز او الاربع غرز اللي بتبقى في الجنبين، وبنعمل غرزة سلسلة غرزة الامان بتاعتنا وبنقص الخيط. تمام، طبعا احنا كده خيطناها فعملنا الجزء بتاعنا او البنتي بتاعنا، ادي الشكل النهائي للبنتي، ده الجزء الخلفي، ادي كده الشكل النهائي للبنتي بتاعنا بقى بالشكل ده. طريقته سهلة وبسيطة جدا، وفي نفس الوقت شكله جديد وشيك، انا عن نفسي منبهرة بيه وعاجبني قوي. اوكي، الشكل النهائي للبنتي بتاعنا بقى بالشكل ده، تقدري تنفذيه باي لون انت حباه طبعا، وممكن كمان تعمليه بخيوط قطن او صوف زي ما انت حابة. الشكل النهائي للبنتي بقى معانا بالشكل ده، وبكده بنتهيت من طريقة عمل البنتي. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو، اتمنى تكون استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل البنتي بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدر تسيب كومنت اسفل الفيديو،
على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.